بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، كنا قد انتهينا من ذكر هذه التراجم التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب بدء الخلق، وننتقل إلى كتاب آخر من هذه الكتب التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله في مصنفه، هو كتاب أحاديث الأنبياء. افتتح ذلك الإمام البخاري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أحاديث الأنبياء، ثم ذكر أولى التراجم تحت هذا الكتاب هو باب خلق آدم وذريته، قال خلق آدم وذريته، وذكر جملة من ألفاظ القرآن، أولاها صلصال أي طين خلط برمل، فصلصل كما يصلصل الفخار، ويقال منتن يريدون به صل كما يقال صر الباب وصرصر عند الإغلاق، مثل ككبته يعني كببته، قال ككبته يعني كببته، فمرت به استمر بها الحمل فأتمت، ألا يسجد أن تسجد، وقول الله تعالى إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال ابن عباس رضي الله عنهما لما عليه حافظ إلا عليها حافظ، في كبد أي في شدة خلق، وريشا أو رياشا المال، وقال غيره الرياش والريش واحد وهو ما ظهر من اللباس، قال ما تمنون النطفة في أرحام النساء، وقال مجاهد رحمه الله إنه على رجعه لقادر، قال النطفة في الإحليل، كل شيء خلقه فهو شفع، السماء شفع والوتر الله عز وجل، في أحسن تقويم في أحسن خلق، أسفل سافلين إلا من آمن، خسر أي ضلال، ثم استثنى فقال إلا من آمن، لازم أي لازم، وننشئكم في أي خلق نشاء، نسبح بحمدك نعظمك، وقال أبو العالية رحم الله فتلقى آدم ربي كلمات في قوله ربنا ظلمنا أنفسنا، فأزلهما أي فستزلهما، يتسنى يتغير، آسن أي متغير، والمسنون المتغير، حمأ جمع حمأ وهو الطين المتغير، يخصفان قال أخذ الخصاف من ورق الجنة، يؤلفان الورق ويخصفان بعضه إلى بعض، سوءاتهما كناية عن فرجهما، ومتاع إلى حين ها هنا إلى يوم القيامة، الحين عند العرب من ساعة إلى ما لا يحصى عدده، وقبيله أي جيل الذي هو منهم. فافتتح الكلام قبل ذكر الروايات بجملة من هذه الألفاظ التي وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى تختص بما ترجم له الإمام البخاري رحمه الله، باب خلق آدم وذريته. صلصال أي طين خلط برمل، فصلصل كما يصلصل الفخار، ويقال منتن أي يريدون به صل كما يقال سر الباب وصرصر عند الإغلاق، يعني بيذكر هنا أن آدم عليه السلام كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى أنه خلق من صلصال من حمأ مسنون، وطبعا الآيات وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى خلق من تراب، خلق من طين، من طين لازب، خلق من صلصال ومن حمأ مسنون، كل ذلك ورد، ودي يعني كما بيّن ربنا سبحانه أن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، ده أصل الخلقة أنه خلق من تراب، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، إذ قال ربك الملائكة إني خالق بشرا من طين، يبقى ده خلق من تراب وخلط بالماء فكان طينا، ثم قال ترك حتى كان صلصالا كالفخار، كما ورد في رواية أن الله تعالى خلق آدم من قبض قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض منهم الأحمر والأبيض والأسود، يبقى ترى ليه كانت هذه الألوان مختلفة، أن الله تعالى خلق آدم من قبضها من جميع الأرض، قال يبقى صلصال
يعني كما قال إذا نقرت صل. يبقى كما بينت أو مررنا برواية لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوحي كيف يأتيه فقال مثل صلصلة الجرس، يبقى هذه الرنة صوت، فقال صر الباب وصرصر عند الأغلاق، قال كببته يعني كببته، قال فمرت به استمر بها الحمل فأتمت، فمرت به أي استمر بها الحمل حتى تم ذلك الحمل وخرج جنين. ألا تسجد أي أن تسجد، قيل أن لا زائدة. وقول الله تعالى إذ قال ربك لملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أي يخلف بعضهم بعضا، بعد يقول أن الإنسان هو خليفة الله في الأرض، لا يخلف بعضهم بعضا ذرية من بعد ذرية كما بين ربنا سبحانه وتعالى. يبقى دي ذرية آدم، هذا آدم خلقت منه حواء وكان بعد ذلك الزواج النكاح حتى كانت منه الذرية. يبقى إني جاعل في الأرض خليفة أي يخلف بعضهم بعضا، جيل من بعد جيل، ذرية من بعد ذرية. البعض يقول أن الإنسان خليفة الله في الأرض، أن الإنسان خليفة الله في الأرض، لا يقال جيل من بعد جيل يخلف بعضهم بعضا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لما عليها حافظ، أي إلا عليها حافظ، إن كل نفس لما عليها حافظ، أي إلا عليها حافظ، يبقى لهم معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، فإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. قال في كبد أي في شدة خلق، ورياشا أو ريشا قال المال، وقال غير الرياش والريش واحد وهو ما ظهر من اللباس، وهو ما ظهر من اللباس. ما تمنون قال النطفة في أرحام النساء، فرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. يبقى المني هذه نطفة في أرحام النساء، هذه النطفة الماء الذي يضع الرجل في رحم المرأة فيحدث هذا الإخصاب مع البويضة فيكون منه الجنين. قال مجاهد رحمه الله إنه على رجعه لقادر، قال النطفة في الإحليل، أي قادر على أن ترجع هذه النطفة في الإحليل إلى الصلب. يبقى نقول هذه النطفة من أين تأتي؟ يبقى من صلب الرجال، صلب الرجال، وبالتالي على ذلك ثم بتنزل هذه النطفة إحليل وتوضع كنطفة في رحم المرأة. قال إنه على رجعه لقادر، أي تعود هذه النطفة في الإحليل إلى صلب ذلك الرجل، ولكن قيل إن إنه على رجعه لقادر يقصد بذلك هو بعث الإنسان بعد موته، قال أن الآيات بعد ذلك تدل على ذلك، إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. يبقى نقول ان الايات تتكلم عن بعث الانسان، لكن هذا معنى من المعاني ان هو النطفه في الاحليل، ان رجع له قادر، اي قادر ربنا سبحانه وتعالى ان تعود هذه النطفه للاحليل الى صلب ذلك الرجل حيث خرجت، ولكن الايه هنا انه على رجع له قادر يوم تبلى السرائر، يبقى اي قادر سبحانه وتعالى كما خلقه اول مره على بعثه يوم القيامة. قال كل شيء خلقه فهو شفع، السماء شفع والوتر هو الله عز وجل، كل شيء خلقه فهو شفع، أي له مقابل يقابله، زي الليل يبقى المقابل النهار، السماء مقابل لها الأرض، يبقى الحر مقابل له البرد، وهكذا البر مقابل له البحر. فقال كل شيء خلقه فهو شفع، يقصد به اللي هي مقابل يقابله، ليس بيتكلم على هذا الشيء وإلا السماء السبع يبقى ده وتر أساسا، فيقصد بذلك أن له مقابل يقابله، له مقابل. الكلام ده احنا بنجده دائما في كتاب الله سبحانه وتعالى، يبقى الظل والحرور، يبقى يعلم العلم ونقول جهال، سماء وأرض، بر وبحر، ليل ونهار، شمس وقمر، يبقى هذا هو المقصود من كلام مجاهد رحمه الله، كل شيء خلقه فهو شفع، أي السماء شفع والوتر هو الله عز وجل. في أحسن تقويم قال في أحسن خلق، خلق الله تعالى الإنسان في أحسن خلقه. أسفل سافلين إلا من آمن ثم ردناه أسفل سافلين إلا من آمن بربه سبحانه وتعالى. خسر، إن الإنسان في خسر أي في ضلال، ثم استثنى فقال إلا من آمن، يبقى أصلا الإنسان في خسر
إلا من استثناه ربنا سبحانه وتعالى. إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يبقى دي مستثناة، لكن في خسر أي في ضلال، وده الأصل كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى: قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ده الأصل أهو. يبقى الإنسان في خسر أي في ضلال، ولا يخرج من ذلك إلا إن حقق ما استثناه ربنا سبحانه وتعالى بالإيمان والعمل الصالح والاستقامة على أمر رب سبحانه وتعالى. قال: لازم، أي لازم لازق، وننشئكم في أي خلق نشاء، وننشئكم فيما لا تعلمون. قادر سبحانه وتعالى أن ينشئ ذلك الإنسان على غير هذه الخلقة التي خلق عليها، قادر على ذلك سبحانه وتعالى. نسبح بحمدك، أي نعظمك، لما قال ربنا سبحانه وتعالى للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة، فبينوا يعني كيف يجعل هذه الخليفة الذي يسفك الدماء ويفسد في الأرض. هم يسبحون بحمد ربهم، أي يعظمون ربهم سبحانه وتعالى. وقال أبو العالية رحمه الله: فتلقى آدم ربي كلمات. الكلمات التي تلقاها فقول ربنا ظلمنا أنفسنا، تلقى آدم ربي كلمات فتاب عليه. يبقى الكلمات، قال: هذا الدعاء الذي علمه الله تعالى آدم عليه السلام، اعترف بذنبه وتضرع إلى ربه أن يغفر له ذلك الذنب فتاب وأناب. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وده يعني أول دعاء، وهو الدعاء الذي دعا به آدم عليه السلام ربه سبحانه وتعالى لما أزله الشيطان. وعلى ذلك الشيطان دفع أو حرك آدم ليأكل من هذه الشجرة المحرمة، فعند ذلك دعا ربه سبحانه والله تعالى ألهمه هذه الكلمات، فتاب الله تعالى عليه وفقه إلى التوبة وقبل الله تعالى منه التوبة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اعتراف الإنسان بذنبه وبتقصيره، وأيضا الإنسان يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى، فإنه لا يغفر الذنب إلا الرب سبحانه. فأزلهما الشيطان، أي فاستزلهما، فاستزلهما الشيطان، ما زال بهما حتى أوقعهما فيما حرم عليهما ربنا سبحانه. يتسنى، أي يتغير. انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، أي لم يتغير. يعني في قصة الرجل الذي مر على قرية، وبالتالي يعني أن يحيي هذه، أن يحييها ربنا سبحانه وتعالى بعد خرابها. فربنا سبحانه وتعالى أماته 100 عام وبعثه، ثم قال ينظر إلى حمار وإلى عظام الحمار كيف ينشئها ويكسوها لحما، وينظر إلى طعام وشراب لما تسلم يتغير، مع أن الفترة الزمنية طويلة. يبقى يتسنى أي يتغير. ماء آس متغير، قال: والمسنون المتغير. حمأ جمع حمأ، وهو الطين المتغير. يخصفان، أخذ الخصاف من ورق الجنة، أخذ الخصاف من ورق الجنة، يؤلفان الورق ويخصفان بعضه إلى بعض زي خصف النعل. يبقى خصف النعل اللي هو ترقيعه، أيضا يخصفان، يبقى أخذ من ورق الجنة ليضع ذلك على سوءاتهما، على فرجهما. قال: سوءاتهما كناية عن فرجهما. يبقى لما بدت لهما العورة، فعلى ذلك أتى إلى ورق الشجرة يخصفان من هذا الورق ويضعان على عورتهما حتى لا تنكشف. متاع إلى حين، قال هنا إلى يوم القيامة. الحين لغاية إيه؟ قال: الحين عند العرب من ساعة إلى ما لا يحصى عدده، ومتاع إلى حين. إيه الفطرة؟ يبقى دي ممتدة إلى يوم القيامة. يبقى كلمة حين هي لا تعني زمن قليل، ولكن ده زمن ممتد إلى متى؟ إلى يوم القيامة. قال: وقبيله جيل الذي هو منهم، اللي هو الجن والشياطين، ناركم وقبيله من حيث لا ترونهم. يبقى الجن والشياطين يرون الإنسان، والإنسان لا يرى ذلك إلا إن مثل في حيوان أو دب أو غير ذلك، كما مر علينا في الرواية مذكورة عن أبي هريرة رضي الله عنه لما أوكله النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، وأن الشيطان جاء في صورة رجل يحث من الطعام، وما كان يعلم ذلك أبو هريرة رضي الله عنه حتى أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو شيطان. ثم ذكر جملة من هذه المرويات
كانت الرواية الأولى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا، ثم قال: اذهب فسلم على أولئك من الملائكة فاستمع ما يحيونك تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوا: ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم، فلماذا الخلق ينقص حتى الآن؟ أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يدفلون ولا يمتخطون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوبة الألنجوج عود الطيب، الألنجوج وعود الطيب، وأزواجهم الحور العين، على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. أيضا في رواية عن أم سلمة رضي الله عنها أن أم سليم رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. فضحكت أم سلمة رضي الله عنها فقالت: تحتلم المرأة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فبما يشبه الولد. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بلغ عبد الله بن سلام رضي الله عنه مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فأتاه فقال: إني سائلك عن 3 لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه؟ ومن أي شيء ينزع إلى أخواله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خبرني بهن آنفا جبريل. قال: فقال عبد الله: ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له، وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها. قال: أشهد أنك رسول الله. ثم قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك. فجاءت اليهود ودخل عبد الله البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رجل فيكم عبد الله ابن سلام؟ قالوا: أعلمنا وابن أعلمنا وأخيرنا وابن أخيرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرأيتم من أسلم عبد الله؟ قالوا: أعاذ الله من ذلك. فخرج عبد الله إليهم فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرنا، ووقعوا فيه. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، يعني: لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بنسائي، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيم كسرت، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا ب4 كلمات، فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن الرجل ليعمل عمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخل الجنة، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل النار فيدخل النار. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وكل في الرحم ملكا فيقول: يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة، فإذا أراد أن يخلقها قال: يا رب أذكر أم أنثى؟ يا رب شقي أم سعيد؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ فيكتب كذلك في بطن أمي. ثم ذكر
رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقول لأهون أهل النار عذابا: لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به؟ قال: نعم. قال: فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي، فأبيت إلا الشرك. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة رواية عن مسروق رحمه الله عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. قال: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. فهذه جملة من الروايات ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت باب خلق آدم وذريته. كانت الرواية الأولى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا. وبالتالي هذه الخلقة أو الهيئة التي يكون عليها الإنسان في الجنة عند ربي سبحانه وتعالى، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا. طبعا آدم عليه السلام خلق هكذا، يعني لم يكن هناك تطور كتطور الإنسان، يعني بيبقى نطفة وبعدين علقة مضغة عظام بتكسى العظام لحما، وبالتالي على ذلك بينشأ خلق آخر كما بين ربنا سبحانه وتعالى. لكن آدم خلق على صورته، يبقى على هذه الهيئة خلق هكذا، يبقى لم يحدث هناك تطور، كان طفلا ثم يعني وصل هذه المرحلة، لكن خلق كما خلقه ربنا سبحانه وتعالى بهذه الصفة هذه الهيئة. طوله 60 ذراعا، طوله 60 ذراعا، لأنه لم يسبق بأن كان إيه يعني من نكاح وغير ذلك. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. قال ربك الملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويت ونفخت فيهم روحي فقعوا له ساجدين. فخلق آدم عليه السلام على هذه الصورة، لم يمر بهذه المراحل التطورية التي يمر بها الإنسان. قال: خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا. ثم قال: اذهب فسلم على أولئك من الملائكة فاستمع ما يحيونك، تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوا ورحمة الله. قال: فكل من يدخل الجنة على صورة آدم. يبقى طول الإنسان لو يدخل الجنة 60 ذراعا، 60 ذراعا. فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن، لكن احنا في الواقع كده بنشوف بقى هذه الخلقة بتتناقص طولا، تتناقص طولا، لكن لما يدخل أهل الجنة الجنة يكونون على صورة آدم عليه السلام. وآدم خلقه ربنا سبحانه وتعالى وطوله 60 ذراعا. قال: فكل من يدخل الجنة على صورة آدم هيبقى على هذه الهيئة، على صورة آدم عليه السلام. وبالتالي فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن، يبقى نقصان كده في الطول وفي الخلقة. ولذلك يعني كان عدد من العماليق يعني أجساد كبيرة، وكيف أن الريح كانت تأخذ ذلك الرجل تحمله ثم يكب على رأسه حتى يهلك. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة. يبقى أول زمرة تدخل تكون صورتها على صورة القمر ليلة البدر، ومررنا بذلك الكلام. يبقى ليلة البدر في الكمال والتمام وفي اكتمال ذلك النور واكتمال هذه الهيئة. ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتقطون. كل هذه أنواع الأذى، يبقى الجنة لا أذى فيها، يعني لا ليس فيها أي نوع من أنواع الأذى، حتى عرق لا يكون رشحهم المسك كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم: أمشطهم الذهب ورشحهم المسك. يبقى العرق اللي هو هيخرج منهم يبقى على صورة هذا المسك، رائحة طيبة. ومجامرهم الألوة الألنجوج أي عود الطيب، وده المباخر بتاعتهم. وأزواجهم
الحور العين على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء، يبقى في العلو والارتفاع، يبقى طول قد ايه؟ 60 ذراعا. ودي الخلقة التي خلق الله تعالى عليها آدم، وكل من يدخل جنة يكون على صورة آدم في هذا الطول. قال على صورة آدم، وبين هنا على صورة آدم 60 ذراعا في السماء، يبقى على صورة آدم. الرواية الثانية تبين 60 ذراعا في السماء في العلو والارتفاع. ثم ذكر بعد ذلك رواية عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن أم سليم رضي الله عنها اللي هي أم أنس بن مالك رضي الله عنه وزوجة أبي طلحة رضي الله تبارك تعالى عنه، قالت رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ بتتكلم على المرأة، هل ترى في منامها كما يرى الرجل فتنزل ذلك الماء فعند ذلك يبقى محتلمة، والمحتلم طبعا إذا رأى ذلك الماء وجب عليه الغسل. فقال نعم إذا رأت الماء، لكن قيد المسألة إن الجنابة يبقى لابد أن يرى بها، إن كانت في النوم يرى الماء، وإلا قد يرى الإنسان أنه يجامع في نومه ويرى أنه قد أنزل، وقد يرى أنه يجامع مرة ثانية وينزل، ولكن إذا قام وجد الجفوف لم يرى أثرا لذلك الماء الذي رآه قد أنزله في نومه، يبقى لا يجب عليه الغسل مش بالرؤية، لكن يجب عليه الغسل برؤية هذا الأثر. حتى لو رأى الماء ولم يذكر احتلاما وجب عليه الغسل، يبقى غسله يبقى مقيد بإنزال الماء في النوم. يبقى حتى لو رأى الماء ولكنه لم يذكر احتلاما يبقى وجب عليه الغسل. لما يرى في نومه أنه احتلم وأنزل ولم يجد أثر للماء بعد استيقاظه يبقى لا يجب عليه الغسل. فأم سليم رضي الله عنها تطرح ذلك السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم، قال هل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. فضحكت أم سلمة رضي الله عنها فقالت تحتلم المرأة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فبما يشبه الولد، يعني هل المرأة تحتلم؟ لها ماء، أيوة لها ماء، وإلا يعني الولد بيشبه الأخوال إزاي أو بيجي شبيها بأم إزاي؟ يبقى لها ماء بتحمل هذه هذه الوراثة، يبقى بتحمل الصفات الوراثية. وما اللي بيشبه الإخوان إزاي؟ بيشبه الأم إزاي؟ فلان ده شبيه بأمي، فلان ده شبيه بأبي. فوضح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أصل الإنسان كما بين، لقد خلق الإنسان سورة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين، اللي هو رحم المرأة، يبقى خلق من نطفة وتم تقصيب البويضة التي تخرج من المرأة، فكان هذا هو الجنين. فبيذكر هنا أدي آدم عليه السلام ثم الخلق بعد ذلك عن طريق النكاح، زواج الرجل بالمرأة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. أدي قصة الخلق كلها، قصة الخلق في جزء من آية، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. هذه خلق آدم عليه السلام ثم خلقت منه حواء ثم كان النكاح والزواج حتى كانت الذرية. يبقى دي قصة الخلق بأكملها كما حكى لنا ربنا سبحانه وتعالى في كلمات معدودة في جزء من آية في بعض آية. فهذا هو الماء الذي بيخلق منه الإنسان، المرأة لها ماء لها ماء، وإلا فبما يشبه الولد. الرواية التي ترد بعد ذلك عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأيضا فيها هذا الجواب الصريح، كيف بينزع الولد إلى أبائي وكيف ينزع إلى أخوالي، يعني يجي الشبه جهة الأب إزاي ويجي الشبه جهة الأم إزاي. فعلى ذلك قال أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أتى مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فقال إني سائلك عن 3 لا يعلمون إلا نبي. قال ما أول أشراط الساعة وما أول طعام يأكله أهل الجنة وأن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه وأن أي شيء ينزع إلى أخواله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرني بأن أنفا جبريل. قال فقال عبد الله ذاك عدو اليهود من الملائكة. احنا أيضا مرت علينا روايات أن اليهود لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم سألوه
ولما سألوه في السؤال الثالث من يأتيك من الملائكة قال جبريل، قال هذا عدونا. فعلى ذلك هم قالوا أنه يأتي بالحرب، فهذا عدونا من الملائكة. ولذلك عبد الله بن سلام رضي الله عنه حبر من أحبار اليهود، يعني كان حبرا من أحبار العالم من علماء اليهود أساسا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى شرح صدره الإسلام فأسلم لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وطرح عليه هذه الأسئلة وقال لا يعلمون إلا النبي. يعني هنا ده حتبقى صدق النبوة لو أجابه الإجابة التي يعلمها، لأن ده كان حبر من حبار اليهود، يعني نقول عارف بالتوراة. فلذلك لما طرح هذه الأسئلة قال له النبي صلى الله عليه وسلم خبرني بهن آنفا جبريل، يعني نزل به الوحي والوحي بين له يعني إجابة هذه الأسئلة. قال عبد الله رضي الله عنه ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، تقيل معهم حيث قالوا وتنام معهم حيث ناموا كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قال أن تروا الساعة تروا 10 آيات من النار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى محشرهم. المحشر ده يبقى في الدنيا أرض الشام، فلذلك يبقى قال إن دي نار مأمورة، يبقى بتسوق الناس بتجمع الناس لكنها غير محرقة، لأنها الأصل إنها تجمع الواحد لما يرى النار تأتي عليه هيحاول يتفادى ذلك الأمر، فهي تسوق الناس إلى محشرهم. والمحشر اللي هو أرض المحشر اللي هي أرض الشام، ده مش يقصد محشر الآخرة ولكن محشر في الدنيا. وبالتالي لن تقوم الساعة ترى 10 آيات من قرن قال نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى محشرهم إلى أرض الشام. فلذلك قال أما أول أشراط الساعة اللي هي أشراط الكبرى، لا يقصد بها أشراط الساعة اللي هي منها الصغرى، لا أشراط الساعة الكبرى. قال لن تقوم الساعة ترى 10 آيات وذكر أشراط الساعة الكبرى منها هذه الشريطة، هو نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى محشرهم تقيل معهم حيث قالوا وتنام معهم حيث ناموا. يبقى نار مأمورة، كل ما في الأمر هي بتحشر الناس إلى أرض المحشر. قال نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت. وأما الشبه في الولد، وده الشاهد من الكلام، يبقى أم سليم رضي الله عنها سألت كده وهل على المرأة من غصن احتلمت، قال نعم إذا رأت الماء. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب على أم سلمة رضي الله عنها لما قالت وتحتلم المرأة، قال فبما يشبه الولد، بدأ يبين لنا في هذه الرواية الولد بيشبه الأب إزاي أو يجي من جهة الأباء إزاي ويشبه أيضا الأخوال إزاي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماءه كان الشبه له، وإذا سبق ماءها كان الشبه لها. يبقى على حسب سبق الماء، إن على ماء الرجل ماء المرأة كان الشبه إلى أعمامي، وإن على ماء المرأة على ماء الرجل كان الشبه إلى أخوالي. يبقى دي الصفات الوراثية، ترى أيهما أغلب، يبقى نجد ده شبهه بيجي من جهة الأخوال من جهة الأم، وده شبهه بيجي من ناحية الأعمام من جهة الأب. يبقى على ذلك نقول ده شبيه بأبي، هذا شبيه بخالي فلان، هذا شبيه بأمي. يبقى إزاي الشبه ده بيجي، كيف يأتي، على حسب سبق الماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فرواية أيضا تثبت أن المرأة لها ماء، وأن الولد يأتي شبيها بأمه إن على ماء المرأة ماء الرجل. يبقى قال لذلك قال إن إذا غشي المرأة فسبقها ماء كان الشبه له، وإذا سبق ماءها كان الشبه لها. قال أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي قال إن سبق أو على ماء الرجل ماء المرأة أذكر يأتي ذكرا، على ماء المرأة ماء الرجل يبقى جاءت أنثى، ودي في روايات. ثم قال أشهد أنك رسول الله. ثم قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، يعني البهت كذب، أهل الكذب أساسا وبهتان. طبعا البهتان أنك أنت أن تلقي تهمة على إنسان هو بريء منها، هذا هو البهت. لذلك لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بيسألون عن الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره، قالوا أرأيت إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته،
هذا البهتان هذا بهتان عظيم يعني هذا بهتان يبقى بتنسب مثلا تهمة إلى إنسان هو بريء منها فقال إن كان فيما تقول فقد اغتبت هذا الغيبة ذكرك أخاك بما يكره على الرغم من اللي احنا بنذكره عنه ده موجود فيه يعني ده موجود لكن هذا ذكرك أخاك بما يكره وإن كان ما يذكر ليس فيه فهذا بهتان فقد بهت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام رضي الله عنه ده حبر محبار اليهود منهم فقال رسول الله إن اليهود قوم بهت إن علموا إسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك فيسألهم عن عبد الله بن سلام أولا وهم لا يدرون أنه قد نطق بالشهادتين فجاءت اليهود ودخل عبد الله البيت لم يروا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي رجل فيكم عبد الله ابن سلام قالوا أعلمنا وابن أعلمنا وأخيارنا وابن أخيارنا بدأوا يمدحون فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرأيتم من أسلم عبد الله قالوا أعاذ الله من ذلك فخرج عبد الله إليهم فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فقالوا شرنا وابن شرنا وأقعوا فيه في نفس الموقف طلوم الشيوم تاني مجلس آخر في نفس المجلس هو ده اليهود قوم بهت يعني في الأول ثناء ومدح قبل أن يعلموا بإسلامه ولما علموا بإسلامه كان عند ذلك الذم والنقصان يعني الذم والانتقاص من شأنه ده اليهود يبقى دي اقرأ شخصية اليهودية يعني الكلام ده احنا بنقرأ من خلاله شخصية اليهودية وانه فعلا قوم بهت كما قال وصوم عبد الله بن سلام رضي الله تبارك وتعالى نقول حتى يستحون يعني ذكروا ذلك الكلام فعند ذلك لما خرج وراه قد أسلم يبقى عند ذلك يستحون أن يذكروا فيه هذا لا وقعوا فيه مباشرة في نفس الكلام يعني قالوا ده أعلمنا وابن أعلمنا خيرنا ابن خيرنا في نفس المكان يعني ما فيش فرق حتى زمني طويل خرج وقال لهم ونطق شهادين ويتعلمون هذا هو الرسول كما أخبرت به التوراة لكن على طول قالوا شرنا وابن شرنا ووقعوا فيه شاهد من كده أن الماء المرأة لها ماء والرجل له ماء وإذا سبق ماء الرجل يبقى نزع الولد إلى أعمامه وإن سبق ماء المرأة نزع الولد إلى أخواله يبقى أي الصفات الوراثية يحمل صفات الأب والأم حسب سبق الماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك قال لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم لم ينتن اللحم وقال السبب في كده إن هم بدأوا ادخروا لحم السلوى والله تعالى نهى عن ذلك فعوقبوا أنه أنتن ذلك اللحم يبقى لم يخنز اللحم يبقى لو ما كانش بنو إسرائيل فعلوا ذلك لم يخنز اللحم لكن إيه السبب إن العفونة بتطرأ على ذلك اللحم بسبب هذه الفعلة من بني إسرائيل لما ادخروا لحم السلوى وكانوا قد نوع عن ذلك عوقبوا بذلك الأمر أيضا ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها لا يقصد بها الخناية في الخيانة في فعل الفاحشة ولكن لم تخن أنثى زوجها لأن حواء عليه السلام هي التي زينت لآدم أن يأكل من الشجرة الشيطان زين لحواء فأكلت وهي زينت هذا الأمر لآدم عليه السلام فعلى ذلك هذه كانت الخيانة فلم تكن أنثى زوجها لا يقصد بها الوقوع في الفاحشة الوقوع في الفاحشة لكن سماها خيانة هي التي زينت لآدم عليه السلام الأكل من الشجرة ومع ذلك تأتي الرواية التالية وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم استوصانا بالنساء قلنا لأن هذه الجملة ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها قد يحمل الإنسان ويجد في نفسه من جهة المرأة فجاءت الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء قال استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء افتتح
الوصية والنصيحة، واختتم أيضا هذه الوصية والنصيحة بالاستصاء بالنساء. قال: استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيم كسرت، وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء، ونرجو كلام إذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الرواية. إلى المرة القادمة نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.